كابتن اسلام اكيد عندك اللي تقوله واحصائياتك بقى تاتو الرابع متعنا. اللي انا شايفه ان طارق خيري عرف يدير الجيم بالاوراق اللي معاه، لان هو لما شارك دين عمرو وجايده اللي هم لعيبه كويسين طبعا بس مش اساسيين في الفرقه، شارك والسكور برده 10 بونت قليل، وطلع 13 ورجع تاني 8 7 بيدير الجيم بيلعب بالكروت اللي معاه دلوقتي، لان احنا برده عندنا نفس الماتش ده هنلعبه كمان يومين. انا مش هينفع العب بالثمان لعيبه ولا سبع لعيبه واكسب 20 30 بونت وارهقهم واعمل لهم اجهاد واجي يوم الخميس ادور عليهم ما لهمش. فطبعا فهو انا شايف ان هو ادار الجيم بشكل كويس، مش محتاج ان هو يكسب 20 30 بونت، يكفي انه يكسب 7 8 بونت كويس ما فيش مشكله، بحيث انه يوزع الحمل على 12 لعيب ويبقى عنده فرصه ثانيه. وكويس كويس قوي انه يريح شيكيري رغم ان الجيم كان محتاجه طبعا، ولكن البركه في اللي موجود. ان شاء الله يوم الخميس تلاقي الشكل بقى احسن وتلاقي الوضع بقى احسن وتلاقي بعض المصابين رجعوا هيفرق طبعا 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 اكيد. فانا شايف اللي عمله طارق خيري النهارده هي اداره يوم او اداره الجيم من خلال الاوراق اللي في ايده. طب احنا شفنا النهارده برضو بعض التميز في التاتا بونت عندنا، يعني الحمد لله النهارده تاتا بونت، يمكن فريد اوائل حاطط تاتا بونت في وقت مهم، يمكن كابتن شريف في الاوف اير يعني او احنا بنتفرج على الماتش قال تاتا بونت دي خلصت بالظبط. ففريد اوائل النهارده تاتا بونت كان احد اسلحتنا المهمه جدا. طب خلينا نستعرض بعض الارقام واسمع تقرير حضراتكم. بس قبل ما تستعد الارقام لازم ببقى عارف ان الارقام بتاعتنا في الثالث والرابع اقل من الاول والثاني، وده طبيعي. ده طبيعي. طيب خلينا نستعرض بقى الارقام كجيم كامل بقى كابتن اسلام. احنا عندنا طبعا في اثنين لعيبه ما شاركوش عندنا، شيكيلي وعندك زي ما قلنا نرمين ايمن. طيب اكتر لعيبه شاركت في المباراه مين؟ ميرال اشرف شاركت، ميرال ونرمين زي ما هم برضه شاركت 32 دقيقه و28 ثانيه ميرال، وعندك رنيم الجداوي 34 ثانية، ويمكن ده اللي قاله كابتن شريف عليه ان هيبقى الحمل على رنيم النهارده بشكل كبير، لان هي السنتر الخمسية الوحيدة اللي موجودة في الفعل. طيب هداف النادي الاهلي كان رقم واحد رنيم الجداوي برصيد 24 نقطة، الله اكبر ما شاء الله عليها، يعني ربنا يحميها.